قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول يحيى ابن سعيد القطان، أنا بحاول طبعا أنتقي يعني بعض ما في ترجمة الأعمش مما يصلح أن نعلق عليه تعليقا مفيدا يعني. يقول يحيى ابن سعيد القطان: كان إذا ذكر الأعمش قال: كان من النساك محافظا على الصلاة في جماعة وعلى الصف الأول، وهو علامة الإسلام، وكان يحيى يلتمس الحائط حتى يقوم في الصف الأول. ودي بركة ملازمة المشايخ. يعني يحيى بن سعيد القطان الذي يروي هذا الكلام كان يلتمس الجدار حتى يقوم في الصف الأول. أعانه على ذلك أولا أنه كان يتعبد بما يرويه، ثانيا أن شيخه الأعمش كان محافظا على الصلاة في الصف الأول، ناسك عابد، ما كانوا يفوتون شيئا من الفضائل. يعني إدراك الصف الأول فضيلة وليس بواجب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض المسلمين أو يحض المسلمين إذا دخل المسجد فلم يجد إلا فرجة واحدة في الصف الأول أن يستهم عليه. أنا بستغرب من بعض إخواننا، وأنا أعلم وأقدر عاطفة هذا الذي يفعل هذا، ولكن لا إثارة في القربات. ممكن إنسان يدخل المسجد في الصف الثالث مثلا، تبص تلاقي واحد في الصف الأول سايب مكانه وجاي عشان يشدك ويعزم عليك عشان تقف مكانه في الصف الأول. أنا عارف إن عنده عاطفة، عايز يخلي شيخه يعني يقف في الصف الأول كنوع من الإكرام، وهذا لا يفعله ذو البصيرة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن لم يجد إلا أن يستهم عليه لاستهم. لا نقدم الكبير، ولا نقدم العالم، ولا نقدم الرئيس، ولا نقدم المدير، ولا نقدم أي حد. لا إثارة في القربات، لا إثارة في القربات. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد عند مسلم قال: وقد رأى رجالا يتأخرون عن الصف الأول، قال: لا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله تعالى. يبقى تركك للصف الأول ده لا تواضع ولا زهد ولا الكلام ده. فيحيى بن سعيد القطان كان يلتمس الجدار وهو يريد أن يقوم في الصف الأول.
يقول أبو عوانة، أبو عوانة اسمه وضاح ابن عبد الله اليشكري، جاء رقبة وهو ابن مصقلة إلى الأعمش فسأله عن شيء فكلح في وجهه، فقال له رقبة: أما والله ما علمتك لدائم القطوب، سريع الملال، مستخف بحق الزوار، ولكأنما تصعط الخردل إذا سئلت الحكمة. الأعمش كان شديدا وكان عسرا في الرواية، كان عسرا في الرواية، لا يكاد يشبع نهمة طالب العلم، بل كان له تصرفات ضد الطلبة كما حكاه الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث. طلبة الحديث كان عندهم جرأة، يعني أقدر أقول كده بالبلد، يعني كان عندهم رزالة. هو شايف العالم ده عنده أسانيد يفضل لزق، لا يتركه مطلقا. ليه؟ تعلموا من كلام من سبقهم، كمثل مجاهد مثلا. قال مجاهد فيما رواه البخاري معلقا في صحيحه ووصله أبو نعيم في كتاب الحلية بسند صحيح عنه، قال: لا يتعلم اثنان، مستحي ومتكبر، دول يفضلوا جهلة. اللي عنده حياء، مش الحياء الشرعي، خلينا أقول اللي عنده ضعف بيتكسف، ده لا يتعلم. ليه؟ مكسوف يسأل، فيظهر أمام الناس بمظهر الجاهل غير الفاهم، يفضل جاهل. والمتكبر ده اللي ملوش كبير، اللي هو بقول ده ابن مين في مصر، ويطلع ايه الولد ده، ده قد عيالي، ده يفضل جاهل برضه. فكان الواحد منهم ربما تعمد أن يكون صفيق الوجه حتى يحتمل سوء خلق الشيخ. عايز العلم اللي عنده يعمل ايه يعني؟ فالأعمش بقى فاكهة المحدثين، بيدوروا على حديث الأعمش بملقاط لثقته ولجلالته، فكان يروح لأحو جتتهم عليه، فاشترى لهم كلب، كلب بقى من اللي هو كلب الغنم اللي هو ما بيرحمش، يعني يشوفه ياكله على طول. فكل ما يسمع دبة رجلين المحدثين يقربوا من البيت يطلع عليهم الكلب. هو تلاميذ الأعمش زي مين يعني؟ زي شعبة الحجاج، زي سفيان الثوري، زي زهير بن معاوية، زي وكيع بن الجراح، زي حفص بن غياث، ناس بقى الواحد منهم لو دخل بلدا فبصق بصقة فلحسها أهل البلد لصاروا علماء. الواحد من دول، من اللي أنا بسميهم دول، ما فيش حد عارفهم، ما يعرفهمش إلا أهل التخصص بس، اللي هم الذين يشغلون بالإسناد خصوصا، حتى الفقهاء ما يعرفوش، ولا اللغويون ولا المفسرون ولا الفقهاء، ما فيش حد يعرفه غير المحدثون بس. شوف بقى لما يكون بقى شعبة ولا سفيان الثوري بيجروا قدام كلب، كلب يطفشهم كده وبعدين الكلب يدخل الدار تاني. تابوا؟ لا ما تابوش، ومراجعين تاني، يوم طالع عليهم الكلب. فضلت المسألة دي فترة بقى من الفترات، لحد ما في يوم من الأيام بدأوا يقتربون من دار الأعمش بحذر. الكلب ما طلعش، دخلوا خبطوا على الباب، فتحوا الباب، دخلوا على الأعمش، فأول ما رآهم بكى، فقالوا: ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، اللي هو الإيه؟ اللي هو الكلب. طبعا الأعمش
ما يقصدش المنكر اللي هو سماع الحديث برضو عشان الكلام يتفهم صح. ها، لان في بعض الناس بكل اسف اخذوا كلام الاعمش وكلام شعبه لما كان يرى طلبة الحديث، كان يقول ان هذا الحديث لا يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ده شعبة اللي بيقول الكلام ده، فيقول لك حتى شوف شعبة بيقول ايه عن المحدثين اللي هم ضيعوا أعمارهم في حدثنا وأخبرنا ولم يكن عندهم فقه. طب ما أنت أيها المتكلم لو كنت فقيها ولم يكن عندك الأدلة اللي الجماعة دول جمعوها لك كنت هتفتي بإيه؟ لا، مقصود الشعبة، مقصود الأعمش بالكلام اللي زي ده أمر آخر تماما، أمر آخر غير ما يبدو. وإلا إيه شغل الشعبة كان إيه إلا أن يكون محدثا؟ ما شغلته محدث، فلا يتصور أن يأتي شعبة ويقول إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن أنكر شعبته على بعضهم أن يتتبع العالي والنازل مثلا في الحديث، أن يتتبع الغرائب الغريبة، وقد يبيع الدار والحمار ويسيب مراته ويسيب عياله عشان يرحل إلى بلد من البلدان ويجيب إسناد منكر لكنه غريب يستعين به في المناظرة ولا حاجة ولا الكلام ده. فكان شعبة ينكر عليه أن ينفق الليالي الطويلة في إسناد هو يعلم أنه ضعيف، ويقول له لو اشتغلت بالصحيح أو لو اشتغلت بقيام الليل أو لو اشتغلت مثلا بالقربات أو الصلاة أو الكلام ده النوافل لكان أحسن لك من هذا الإسناد. لكن لكل وجهة هو موليها. الإسناد اللي زي ده ممكن يفك لي إشكال أنا معرفش أجيبه إلا بالإسناد ده. فلولا أن هؤلاء تعبوا وطافوا البلدان كلها ما كان بين يدي الفقهاء حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام. فهو الأعمش لما يقول يعني مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما كانش قصده اللي ما يعني أخذه هذا المشغب وحاول أن هو يشغب على أهل الحديث بذلك. كذلك من شدته على الطلبة أنه طبعا الأعمش كان أعمى رحمه الله، وأنا بقول أعمى لأن أنا وددت أن أقول كان بصيرا، كان بصيرا، فأخشى أن كلمة بصيرا ما تتفهمش، لكن هو كان أعمى، لكنني إيه سأعبر عنه بالبصير كما ورد في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من شدتي على الطلبة أن جاءه رجل غريب فقال له يا أبا محمد حديث كذا وكذا ما إسناده؟ ما هو الأعمش مش راضي يحدث لا إسناد ولا مد، فيقوم يعود يحتالوا عليه، يحتالوا عليه عشان ياخدوا منه أي حديث، فيقوم يجيب له مد كلام يعني علشان الأعمش يقول له حدثني فلان عن فلان وكذا. بس دي ما كانش بتنطلي على الأعمش، وكان كما قلت لكم كان شديدا وعسرا. فقال يا أبا محمد حديث كذا وكذا ما إسناده؟ فأخذ بحلقه فلزقه في الحائط وقال هذا إسناده. إذا كان عاجبك ما يقدرش يتكلم خالص ولا يقدر يراجع حتى، لأن لو راجعه هتبقى فيه مشكلة أخرى. وفي مرة من المرات كما ذكر الخطيب وغيره كان الأعمش في جنازة، فواحد خد الأعمش كده من دراعه وقال له يا أبا محمد أصطحبك يا أبا محمد، وراحوا بعد ما خلصوا الجنازة وهم راجعين الأعمش زي ما قلت لكم كان بصيرا، قام إيه التلميذ الماكر ده أخذ الأعمش وفضل ينحرف به شوية 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 بالراحة كده بالراحة كده حد ما ودف مكان بعيد جدا عن البلد. فقال له يا أبا محمد أتدري أين أنت؟ قال له لا. قال أنت في جبانة كذا وكذا، يعني جبانة بعيدة خالص عن البلد، والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواحي حديثا.
شوف بقى اللي مش راضي يحدث، قال له بقول له ما اسناده، ام لزقه في الحيط وقال له هذا اسناده. ده جايب كشكول 100 ورقه، بقول له برده مش هتروح البلد الا ما تملى لي الكشكول ده. فجعل الاعمش يقول حدثنا فلان وحدثنا فلان، ملاله الالواح. طبعا الاعمش ما يعرفش يروح البلد لوحده، عايز يحتاج الى قائد يعني. فضل ماشي بيه الاعمش متغيظ عليه، بيغلي يعني من جواه على هذا التلميذ. اول ما وصلوا الى البلد من سكات، قام التلميذ ده مدي الالواح بتاعته لمين؟ لواحد صاحبه كده، وعارف الاعمش هيعمل فيه ايه لما يوصل الدار. اول ما وصل الدار قال: وصلت الى باب الدار يا ابا محمد. فمسك في خناقه وقال: خذوا الالواح من الفاسق. فقال: قد ذهبت الالواح يا ابا محمد. قال: كل ما حدثتك كذب. ومش عايز ينتفع بيه، كل ما حدثتك كذب. شوف الطالب بقى المؤدب، قال: يا أبا محمد أنت أعلم بالله من أن تكذب، أنت أعلم بالله من أن تكذب. عسر الأعمش في التحديث كان له هدف، يعني هو قال لبعض تلامذته كعبد الله بن إدريس: لو كنت بقالا لاستقذرتموني. يعني لما تشوف وشه كده وتشوف لبسه تستقذره، تقرف تاخد الأكل منه. لو كنت بقالا لاستقذرتموني. إنما رفع الأعمش بالعلم، اللي خلى الأعمش كالفاكهة والدنيا كلها بتروح علشان تطرح نفسها بين تحت قدمي الأعمش، هو العلم. كم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم. ويعني وقت البرنامج انتهى، فلعلنا نرجع إليه مرة أخرى إن شاء الله تعالى. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.